ده مش مقياس. وخلينا نرجع للنقطة الرئيسية اللي كنا بنتكلم فيها معاكي في علاقة الحما والأخوات مع مرات الابن أو العروس. طيب ما احنا في الأول أهو نزلنا اشترينا حاجات وحماتي شايفة إن ده قليل قوي، إخواته مثلا إيه ده يا جايبة من الميلات المصري من بتاعة المحلة، ده احنا جايبين تركي، ده احنا جايبين مش عارف إيه، لا 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 يا عم ده 100% قطر وده جايبه مش عارف ايه، وتبدا تحصل حقيقي مشاكل على حاجات تافهه جدا جدا يا استاذه اشجان. طيب في الوقت ده بقى نقول خلاص بلاها دي الجوازه، ده احنا من قبل ما ندخل نعتبه البيت عمالين مشاكل، ده طلعت مش حلوه، ده طلع شعرها اكرت، ده مش انت ما شفتهاش، ده انت ده انت ده انت دلوقتي بقى العريس هو اللي بيعمل مشكله. فانت دلوقتي بقى شايفه ان في الوقت ده فتره الخطوبه او حتى لو كان عقد ممكن نتخلى عن الجوازه دي بسبب كل ده؟ مش لدرجه التخلي، ولكن وضع الامور في نصابها الصحيح. يعني ايه؟ يعني لو انا حماتي من يوم ما جت تتعرف علينا وانا حاسه انها فيها حته زياده انها بتتكلم، فبقى فاهمه ان هي ده طبعها، فانا بعمل ايه؟ بوضح وضعنا المالي، والله يا جماعه احنا هنجيب حاجات ب 5000 جنيه، ده مناسب ولا لا؟ الوضوح شايفين يا جماعه، ثم الوضوح ثم الوضوح بس كده اخرنا. الوضوح بيبان من البدايه في الاتفاقات. ليه؟ اللي بيحصل ان البنت تبقى حاسه على طول ان ده قليل قوي يا بابا، وتبقى يا جماعه ما تخجلوش من مستوى اهاليكوا، او انك تقولي انا والله عشان ماما ما جابتليش. واحده بتقول لي اصل هم 30 قميص بس، وماما كانت ما اعرفش ايه، فحماتي قعدت نبطت ان القمصان بتاعتي قليل. حبيبتي الحته دي اصلا ايه اللي دخل حماتك فيها؟ في حاجات صغيره جدا بيتفرجوا في الفرش، فهي بترصص الحاجه لانه بيت عيله. فالحاجات الصغيره دي انا من البدايه اول حاجه انتوا جايين في مستوى اجتماعي يا متقارب يا اعلى يا اقل، ما لهاش رابع يعني. فانا بشوف بحدد لو هم نفس المستوى احنا زي بعض، فبتقول والله يا جماعه ما قدرتنا بنجيب كذا، ده بتبقى من الاهل من الاب من الام. الحما لو فيها الحته دي الزياده انا برجع نقطه لورا وبشوف موقف الزوج، راضي بكل حاجه بجيبها وحاسس ان انا بجيب الدنيا كلها، لا دي حاجات بقى ست كبيره وعلى قدها. تفسيره المواقف ماما ايه؟ لان هو ده يا جماعه اللي بينبني عليه. يعني ايه؟ لو حاجات تافهه وما يتزعلش منها، ولكن زوجي بيقدرها جدا وعامل لها نصاب مهم، هنا ممكن الحياه تتهد. يعني ما قالت لهاش ما اعرفش ايه ازيك يا بنتي وما دخلتش بس دماغها، ما كانش قصدي، لا ده انت هتروحي وهتبوسي دماغها. فبالتالي الحاجات ممكن تكون صغيره بس عماله تتراكم، فانا بالتالي حاسه انا بحل غلط كزوج. فالمواقف الصغيره بتكبر لدرجه ان لا ما ينفعش يبقى معانا احنا مفتاح شقه، ده كان زوج، المفتاح لازم يبقى مع ماما، وماما هي اللي يعني خلاص احنا كده كده في نفس البيت، فالمفاتيح معروف انهم. فلما الاقي الزوج مش هقول ضعيف في الشخصيه، ولكن هو حاطط الامور في نصابها الخاطئ، فبالتالي انا الحما انتقلت من مرحله انها حاجه سنويه في الحياه مش هتاثر عليا بايجاب لحاجه اساسيه محور حياتي كلها بيتغير بايدها او بكلمه منها.